طب بقى من ضمن كان فيه اشاعات برضو، طالما بقى الشيء بالشيء يذكر، طالما جبنا سيره البطيخ يبقى لازم نجيب سيره الفراوله. يلا وفراوله مين. وفاصوليا، معرفش هما مالهمش علاقه ببعض، بس في دراسه جديده بريطانيه بتقول ان بعض انواع من الفواكه والخضار المجمده او المعلبه بتكون فيها خطوره على صحه البني ادم، وانها مليانه بنسب كبيره من المبيدات الحشريه، وخصوصا بشكل مباشر اتكلم عن الفراوله والفاصوليا الخضراء. أيه. احنا فكرنا وقلنا هل الكلام ده ممكن يكون صح، وان الفواكه والخضار فعلا المجمده او المعلبه ممكن تكون غلط على صحتنا؟ نسكت ما سكتناش، ما كدبناش خبر، رحنا على التليفون قلنا نجيب معانا الدكتوره منال عز الدين، هي باحث بمعهد تكنولوجيا الاغذيه وعضو اللجنه الاعلاميه بمركز البحوث الزراعيه، نفهم منها ايه الموضوع ده. مساء الخير يا دكتوره منال. مساء النور على حضراتكم، ويعني سعيدة بالتواصل معاكم، ومساء الورد والياسمين على كل المصريين اللي بيتابعونا على شاشة سي بي سي. ده ايه المساء الحلو ده؟ طيب احنا بنتكلم عن من شوية قلنا البطيخ، ودلوقتي بنقول الفراولة والفاصوليا الخضراء، هل فعلا فيها خطورة على صحة الإنسان اللي هي المجمدة أو المعبأة في معلبة مثلا أو أي طريقة لحفظ؟ للأسف هذه الإشاعات من وقت للتاني بنلاقيها كترت وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حابين نطمن الناس إن كل دي إشاعات. الفراولة الموجودة في الأسواق المصرية، إحنا بخصوص الأسواق المصرية آمنة، الفاصوليا آمنة، لأن وجود هذه الخضروات في الأسواق بيخضع لرقابة من هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع معامل متبقيات المبيدات الموجودة في وزارة الزراعة، وبيتم سحب عينات عشوائية من آن لآخر من الأسواق، وبيتم تحليلها ودراستها بشكل سليم، والحمد لله بتطلع سليمة ما فيهاش أي مشاكل. الله يطمنك. طب دكتورة منال برحب بيكي طبعا الأول، ومبسوطين أن أنت معانا النهاردة. طب هل في حاجة تقول لنا نسبة المبيدات الحشرية في القصة دي؟ وليه بالتحديد تمت الإشارة للفراولة والفاصوليا؟ هي الفراولة تمت الإشارة ليها لأنها من، هي طبعا بتصنف من الخضروات وليست من الفواكه. أيوة. يعني بيتم تصنيفها من الخضروات، وهي من الأصناف الضعيفة اللي ملهاش قدرة شوية على تحمل الإصابات الفطرية والحشرية اللي ممكن بتحصل لها في الغيط، فعشان كده هي أكثر عرضة للأمراض. وطبعا وزارة الزراعة حاطة بروتوكول للمزارعين ازاي يرشوا المبيدات وبكميات قد ايه، بحيث ان هي ما تتجاوزش النسب الضاره على صحه الانسان. فالمبيدات بيتم رشها بنسب امنه مدروسه تحت اشراف من وزاره الزراعه بالنسب المصرح باستخدامها دوليا، فما فيش منها اي مشكله. تمام. وزي ما قلت لحضراتكم بيتم سحب عينات من الاسواق بعد كده وبيتم دراستها، والحمد لله الدنيا سليمه. الدنيا جميلة. أنا طب عايزة بقى البطيخ، باعتبار أنه طبعا صيف من غير بطيخ ما ينفعش، فزمان كنا نقول لك البطيخ على الدواق وعلى السكين، وكنا بنقدر أن احنا نفتح البطيخة ونشوفها النهاردة ومن غير ما نطبل عليها. عايزين نعرف البطيخة دي حلوة ولا مش حلوة؟ البطيخ من يعني دايما كل بدايه صيف لازم تطلع عليه مجموعه من الاشاعات، هو والخوخ، يعني بالنسبه للفاكهه البطيخ والخوخ، وبتطلع عليهم اشاعات انه بيسببوا النزلات المعويه. أيوة. والتسمم الغذائي. أيوة. ولكن ده على فكره يا جماعه ممكن يكون لسوء تخزين البطيخ عند البياع. ازاي بقى؟ مش شرط ان هي لازم تكون جايه مصابه من المزرعه. طب نعرف ازاي؟ بتتعرض للشمس لفترات طويله جدا. تمام. فممكن البطيخه تفسد وهي في مكانها. فتيجي حضرتك تشتريها، طبعا ممكن ما ناخدش بالنا من الفساد اللي فيها ده، ممكن ما ناخدش بالنا ان ريحتها متغيره شويه وناكلها وبتيجي من هنا المشاكل. أيوه. ممكن ان احنا اسر كتيره ما بتغسلش البطيخه قبل ما تقطعها. والبطيخه طبعا من خلال تداولها في الاسواق ومن صحيح. ايد لايد، والدبان ممكن، وبعض الاتربه اجي كده اقطع بالسكينه فاروح واخده الميكروب من القشره اللي حطيته. دي كارثه. في فعلا ناس بتعمل كده، فدي ممكن تعمل لنا نزله معويه. لكن من الكشف الظاهري كده على البطيخ او على الفراوله او على الخضار والفاكهه بشكل عام، ازاي الست تعرف اذا كانت الحاجه دي كويسه ولا مصابه بسبب مثلا سوء تخزين من البائع نفسه او من النقل؟
اولا كل ما كانت الاغذيه طازه وفريش في كل ما ده كان احسن لصحتنا. طبعا ست البيت المصريه طول الوقت احنا بنراهن على وعيها، لازم وهي بتشتري الخضار والفاكهه تنقي الحاجه اللي شكلها فريش، الحاجه اللي شكلها سليم، الحاجه كمان اللي حجمها طبيعي. ايوه مبالغ في حجمها كبير قوي او صغير قوي، تنقي الحاجه تحاول تشمها وهي بتجيبها، يعني مثلا زي الفراوله، زي انواع الخضروات المختلفه، الطماطم، الفاصوليا، لو لقيت ريحتها غريبه شويه او ريحتها فيها نسبه من المبيدات او ريحتها يعني بطريقه بسيطه كيماويات شويه، تبتعد تماما عنها وما تشتريهاش. طب انا هقول لك على حاجه انا بعملها يا دكتوره منال، انا بحط ميه فيها خل وملح، وساعات بحط برمنجانات عشان لو في اي حاجه بقى نبقى كده انا مخلصه الموضوع. ده اثناء الغسيل لما بنراهن ده في البيت والفاكهه في البيت، هل ده صح ولا هو يعني الموضوع مش محتاج ده كله، ولكن هو دي طريقه سليمه. وانا يكفيني الميه الجاريه اللي نازله من الحنفيه، مع ان انا كل ثمره لازم ايديا تمر عليها بالكامل، خصوصا الخضروات الورقيه، ومن غير غسيل بصابون، لان في ستات بتحب تجود وتغسلها بصابون المواعين عادي. عاوزه اقول لحضرتك ان دي كارثه كبيره، اللي يغسلوا الخضار والفاكهه واي مواد غذائيه بالصابون. ليه؟ لان الصابون حضرتك شايفاه قدام عينك خلاص هو راح من الخضار او الفاكهه. أيوة. ولكن في نسبه منه بتترسب على اسطح الثمار والاطعمه احنا مش شايفينها، فدي كيميكال بعد كده دي بتخش جسمنا وتعمل لنا مشاكل. فاحسن حاجه الميه الجاريه تحت الحنفيه، وايديا مع الميه على الثمره او الاوراق النباتيه اللي انا بغسلها، او سفنجه خاصه مثلا بالخضار والفاكهه عشان تبقى مظبوطه. هي بتاني ميه طبعا للنباتات الجذريه، كلام حضرتك سليم، زي البطاطس. البطاطا دي طبعا بنفضل ننقعها شويه حوالي ثلث ساعه في الميه عشان الطينه والاتربه اللي عليها بتفك، او ممكن نخصص لها فرشه معينه ان احنا نزيل بها هذه الاتربه، وبعد كده بنشطفها تحت ميه الحنفيه. وطبعا كل الخضار والفاكهه لازم يتنشف كويس عن طريق ان انا بحطه في مصفى تصفي ميتها، او انشفها بفوطه نظيفه وابتدي اشيلها في الثلاجه. عمليه غسيل الخضروات وغسيل ايدينا والاواني المستخدمه دي برضو من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نتبعها اثناء اعداد الاغذيه للطهي.